أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق التاور بمستوى العلاقات السودانية المصرية مشيدا بدعم جمهورية مصر العربية لجهود السلام في البلاد باستضافتها اجتماعات الجبهة الثورية ونداء السودان لتقريب وجهات النظر بين السودانيين. وأوضح لدى مخاطبته ندوة مستقبل العلاقات الأزلية بين مصر والسودان في إطار التغيير السياسي التي نظمها حزب التيار الشبابي المستقل في قاعة الصداقة بالخرطوم. أوضح أن البلدين تربطهما مسؤولية مشتركة وتجمعهما علاقات إيجابية ومشرفة على الصعيدين العربي والإفريقي تقوم على تحقيق مصلحة الشعبين. من جانبه قال السفير المصري حسام عيسى إنه طيلة خدمته في وزارة الخارجية المصرية التي فاقت 3 عقود لم يجد شعبين أكثر ارتباطا من الشعبين السوداني والمصري. وعدد السفير مواقف السودان الإيجابية تجاه مصر مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها للسودان اقتصاديا وسياسيا حتى يتمكن من تجاوز تحديات هذه المرحلة.